متواصلين أيها الأخوة ومشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في هذه اللحظات انطلاقة الشوط السابع، الشوطنا السابع المخصص للثنايا. المسافة هي 6 كيلومترات. نتابع وإياكم هنا الثنايا البكار والمقدمة، المقدمة مباشرة مع اللي على المركز الأول، وعلى المقدمة هملولة، هملولة لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين. يا سلام، هذا الشعار نار على علم بإنجازاته، بواقعه، بسجله هنا في هذه اللحظات مع المركز الأول ومع المقدمة. يا سلام، بينما النقل على المركز الثاني، والمركز الثاني الطليلية، الطليلية لحمد بن سالم بن علي باللنقح المري، هنا ثلاثية على المركز الثاني. شوفوا الثلاثية، شوفوا المنظر، هناك اللي غيرت من الجانب الأيمن، والوصول من الشاهينية هناك واصلة للسيد ماجد بن سالم بن عبد الهادي أصبيح المري، هنا مع الشاهينية ومع اندفاعتها في هذه اللحظات وانطلاقها، بينما النقلة على المركز الرابع ومن تصن في هذه اللحظات مع رابع المراكز. نشوف الشادن حامد بن علي بن مايقة الاحبابي قادم مع المركز الرابع، المركز الخامس شعار اللورد هنا هتان قادمة بشعار عبد الله بن سعيد العيدة، عبد الله بن سعيد العيدة يقدم لنا هتان في هذا الشوط، منطلقة بأدائها واندفاعها في هذا الشوط. نشاهد وإياكم تبديل مراكز، قدوم اندفاع في هذه اللحظات مع سن الثنايا. سن الثنايا هنا المسافة هي 6 كيلومترات ما قبل المسافة الماراثونية. يا سلام، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى هملولة مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. يا سلام، يا سلام، مندفع منطلقة مع المركز الأول هنا بأدائها واندفاعها في المقدمة، هنا مع المركز الأول في الصدارة نشاهدها، نشاهد هنا هملولة مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. المركز الثاني، المركز الثاني نتابع في هذه اللحظات الشادن، الشادن لحامد بن علي بن مايقة الاحبابي، والشادن بانجازاتها، عندها انجازات هذه الثنية المتواجدة على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع هناك القادمة الشاهينية ماجد بن سالم بن صبيح المري. يا سلام، يا سلام، هنا منطلق مع المركز الثالث، المركز الرابع، نشوف المركز الرابع اللي قادمة في هذه اللحظات مندفعة ومنطلقة. هناك نتابع العنود، العنود مع شعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. يا سلام، متواجد في هذه اللحظات مع المركز الرابع، المركز الخامس هنا شعار اللورد يقدم لنا هتان، هتان وعبد الله بن سعيد العيدة. يا سلام، يا سلام، شوفوا شعار بن عمارة قادم، وشعار أيضا هناك بن عفير يصل في هذه اللحظات، شعار صايد الرموز يصل. يا سلام، يا سلام، يا هذا الشوط بدأنا هنا في هذه اللحظات بتبديل المراكز، هناك أيضا قدوم أسماء قادمة، أولها مرحبا اللي وصلت هنا مع المركز الثالث. يا سلام، نعود، نعود إلى الشادن، الشادن ويا الشادن، الموقف خطير، الموقف خطير، أرى أسماء قادمة، أرى شعارات قادمة. يا الشادن هنا، يا أهل العامرية، يا بن مايقة، يا الأحبابي، يا سلام، مندفعا ومن منطلقا. يا سلام، مع المركز الأول، مع المقدمة حامد بن مايقة الحبابي، بينما المركز الثاني شوفوا اللي وصلت، شوفوا اللي بدأت تغير، هقوة محمد بن سالم بن جابر بن فاران المري يغير إلى المركز الثاني مباشرة. يا سلام، يا سلام، المركز الثالث مرحبا على المركز الثالث، منصور بن محمد بن منصور أسيف الخيارين. المركز الرابع نتابع، شوفوا هنا المنظر، شوفوا هنا القدوم، شوفوا الأسماء المندفعة، بينما أرى في هذا الانطلاق اللي هي هقوى سعيد بن جابر بن محمد بن عفير المري يصل هنا في هذه اللحظات مع المركز الرابع منطلقا مقدما لنا، هذه أيضا هنا باندفاعها مع هذا المركز، هقوى، هقوى قادمة. بينما المركز الخامس نشاهد ونتابع المركز الخامس اللي هي هملولة،
أشعار الخيارين مع مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. يا سلام يا سلام، شاهدوا المنظر، شاهدوا اللقطات الجميلة. شكرا يا مخرجينا، شكرا على هذه اللقطات الجميلة. شوفوا الأسماء، شوفوا التحديات، إبداعات إبداعات ميدان التحدي هنا من طاقم، من تصوير، من أيضا لجنة. يا سلام يا سلام باندفاع هذه الهجن المشاركة. هنا نتابع وإياكم نستمتع. نعود إلى بن فران، نعود إلى بن فران مع هقوة محمد بن سالم بن جابر بن فران المري مع المركز الأول، يقدم لنا هقوة. بينما الشادن على المركز الثاني، حامد بن علي بن مايقة الأحبابي على المركز الثاني مع الشادن. هنا بن عفير يقدم لنا هقوة أيضا على المركز الثالث، سعيد بن جابر بن محمد بن عفير المري. شوف اللي وصلت، أول ندى لمعالي خجيم بن علي بن حمد العذبه المري. يا سلام يا ابن خجيم، هنا في هذه اللحظات قادم مع المركز الرابع، غير على المركز الثالث، في طريقها إلى المقدمة، في طريقها إلى المقدمة. المركز الخامس، مرحبا على المركز الخامس منطلقة في هذه اللحظات منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين، ولكن رسم جديد. مرحبا بحشيمة، حشيمة خالد بن سعيد آل يحيى، قادمة في هذه اللحظات بإنجازاتها وسجلها الحافل. يا سلام يا هذا الشوط، هنا احتدم الصراع، هنا الأسماء بدأت في هذه اللحظات بالظهور. شاهدوا المنظر، شاهدوا الدفع، ولكن هنا تعود الشادن، تعود الشادن إلى موقعها، إلى المقدمة، إلى الصدارة. الشادن الشادن مع مالكها. يا سلام، محمد بن علي بن مايقة الأحبابي المركز الثاني. نتابع القدوم في هذه اللحظات من معالي خجيم بن علي بن حمد بن أيضا في هذه اللحظات وصاحبة إنجازات. يا سلام، في رصيدها نقطتين رئيسية في العام الماضي. مشكور يا مخرجنا على هذه المعلومات اللي وصلتنا عنها، اللي في مقدمة الشوط في المركز الأول في المقدمة. هنا في هذه اللحظات معالي خجيم بن علي بن حمد العذبه المري المركز الثاني. نتابع الشادن، ولكن شوفوا اللي وصلت، شوفوا اللي وصلت، ميراج، ميراج علي بن راشد بن شير المري يصل مع المركز الثالث. المركز الرابع، نتابع هقوة لمحمد بن سالم بن فران المري مع المركز الرابع. المركز الخامس، حشيمة بن يحيى، ولكن شوفوا اللي وصلت، شوفوا القادمة، غبة غبة لمحمد بن علي بن ثيب المري يصل مع غبة على المركز الخامس منطلقا مندفعا في هذا الشوط. الستمائة متر الأخيرة يا مضمرين، يا مضمرين، هيا إلى خط النهاية إلى الفوز. ولكن البطلة 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 معالي خجيم بن علي بن حمد العذبه المري. بينما أرى المركز الثاني، ميراج، ميراج قادمة، ميراج على المركز الثاني، علي بن راشد بن شير المري. ولكن الأمتار الأخيرة بمثيب على المركز الثالث، ولكن ميراج، ميراج معالي، معالي وميراج الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة. ولكن بن شير، بن شير، بن شير هنا مع ميراج. معالي تحاول، معالي تحاول عند الأمتار الأخيرة، ولكن ميراج، ميراج يا ميراج. تهانينا لعلي بن راشد بن شير ولعبد الهادي على هذا الناموس، تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني معالي لخجيم بن علي بن حمد العذبة المري. المركز الثالث وصلت هنا اللي هي غبة لمحمد بن علي بن ثيب المري. المركز الرابع، المركز الرابع العنود ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الخامس، المركز الخامس الجزيرة لجابر بن هادي بن سالم العذبة المري. يا سلام يا هذا الشوط، دفع تلقائي، هذا الشوط شوط ملتهب منذ البداية. يا سلام يا ميراج، ميراج بن شير هنا أيضا تفوز وترسل السلامات إلى ميدان السيح. يا سلام، هنا باندفاعها مع هذا الفوز والانتصار. 9 دقائق 46 ثانية 86 جزء من الثانية. تهانينا وناموس العذبة
علي بن راشد بن شير المري. المركز الثاني وصلت هنا اللي هي معالي، ما أيضا ما قصرت معالي بإنجازاتها، 9 دقائق 47 ثانية، 48 جزء من الثانية، تهانينا. والناموس اللي مالكها هنا أخجين بن علي بن حمد العذبة المري. المركز الثالث وصلت هنا غبة، توقيتها 9 دقائق 47 ثانية، 86 جزء من الثانية، تهانينا لمحمد بن علي بن ثيب المري، تهانينا والناموس للجميع.